الناس اللي في المغرب لاستيتيو سوبيريور دي بروفيسيونيل دانفيرمي اي دي تكنيسيان دو لا سونتي، فتحوا باب التسجيل، ما عليكم تقدموا الطلب ديالكم في عده تخصصات. فاش غينفعكم هذا الشيء؟ هذا اول حاجه غينفعكم حيت الدبلوم ديال الدوله تخدموا به في المغرب، ثاني حاجه غينفعكم حيت اللي كي عنده هذا الدبلوم هذا عنده فرصه كبيره باش يمشي لكندا يخدم. علاش؟ حيت ديال الدوله معترف به من طرف الدوله، ماشي بحال ديال البريفي كيكون ديال الدوله. دونك اون فوا كتدفع كيعرفوك ديال الدوله، الناس في كندا كيقبلوا لك الدوسي ديالك وكيديروا لك الفيزا دو ترافاي. يلا الاخوان نوريكم الطريقه ديال التسجيل خطوه بخطوه، كنتي بالتليفون ولا بالبيسي بحال بحال، تبع معايا الشرح. اول حاجه اخويا ولا اختي العزيزه كتوجهوا لجوجل، كتكتبوا الموقع التسجيل التالي ديال ilwadifama.com، ilwadifama.com، او ال في الاول كما كتشوف هنايا او ال، وكتكليكي عليها. من بعد كتكليك على اول رابط كيطلع لك، كتلقى لانونس يلاه تحط ديال التسجيل في معهد التمريض ديال لي سبيتس. من بعد ما كتكليك عليها اخويا كتطلع لك هذه هنايا، كتجي اخويا كتهبط لتحت كتلقى التخصصات بزاف، اختار اخويا التخصص ديالك ودفع الطلب ديالك. وهادشي اللي كان في الفيديو هذا خفيف وظريف، وكيف ما كتشوفوا هاد السنه هذه ديال التسجيل هاد العام هذا كما كتشوفوا. وبون كوراج وبالتوفيق للجميع.